معنا من برلين الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية سيد رافائيل بوسونغ. أهلا بك سيد بوسونغ. سيد بوسونغ، يعني هذا أمر مستغرب جدا أن تقوم ألمانيا بترحيل اللاجئين إلى دول ثالثة، وهذا على غرار يعني الجانب البريطاني. بداية، هل هذا يعتبر خرقا لحقوق الإنسان الذي اعتمد دائما في ألمانيا، وما أسبابها أساسا؟ يعني Well, I do not think that this is actually what the Interior Minister already said. لا أعتقد أن هذا ما قالته وزيرة الداخلية الألمانية. هذا مجرد تكهن. نعم، ألمانيا ترزح تحت ضغط كبير، ولهذا هناك نقاشات عديدة حول ما يمكن فعله لتقليص عدد اللاجئين، لكن هذا ليس على الطاولة. أن هجم تفعله بريطانيا، أعتقد أن هذا سوء فهم. نعم، ألمانيا تنظر إلى خيارات أخرى لإعادة اللاجئين، ولكن هناك نقاشات لزيادة عدد البلدان التي تعد آمنة حتى نقول للذين يأتون أنتم من بلد آمن، ولذلك يجب أن تبقوا هناك كما فعلنا مع تركيا في السابق. والآن ليس هناك مناقشة على الطاولة حول نهج نموذج بريطاني. يعني نحن نتحدث عن شيء بديهي هنا سيد رافائيل. وزيرة الداخلية تقول ندرس إمكانية تنفيذ إجراءات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي. ما الذي قد يعنيه هذا؟ يعني إذا لم يكن يعني مثلا دولة أفريقية ثالثة ودولة آسيوية ثالثة. Well, this is just a very short statement. تصريح مقتضب لوزيرة الداخلية، ولا يمكنني أن أتحدث باسمها، لكن يمكنني القول إن سياسة الائتلاف في ألمانيا هو أن يكون هناك مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، مفاوضات شاملة حول الخطوات التي سينهجها الاتحاد الأوروبي في مسألة اللجوء. كما تعلمون لدينا ائتلاف حكومي مع حزب الخضر، وهم يدافعون عن اللاجئين وأحزاب أخرى، ولذلك هناك شبه إجماع بأن حزب الخضر يريد أن يكون هناك مركز للاجئين، حيث يمكن إجراء العديد من الطلبات والرد عليها وبالتالي التقرير بشأنهم. هذا ما يناقش على الطاولة، وهذا يثير سجالا واختلافات لدى بعض الأحزاب، ولذلك لا أرى أن هناك احتمالا لإقرار هذا الأمر والمضي خطوة إضافية حول مسألة اللاجئين أو إرسالهم إلى الدول الأفريقية. حتى لو كان هذا السيناريو غير مطروح، اليوم هناك إرهاصات له، يعني بحديث وزيرة الداخلية. ما السبب الذي دفع لذلك؟ هل هناك يعني ضرر كبير للمهاجرين أو حتى اللاجئين بشكل يعني غير شرعي على ألمانيا؟ رأينا بعض قصص النجاح، يعني في الحالة السوريون مثلا كانوا من أبرز يعني نجاحات وجود المهاجرين في المستوى الاقتصادي الألماني. لماذا اضطرت ألمانيا لمثل هذا الإعلان؟ So yes, absolutely true. We had نعم هذا صحيح. كان لدينا خليط من الاثنين، تجارب ناجحة وتجارب فاشلة. لكن السؤال المطروح الآن هو الطاقة الاستيعابية لنا من اللاجئين. نحن استقبلنا الملايين من الأوكرانيين، والآن في هذا العام فقط هناك 90,000 طلب للجوء، ولذلك فهذا يعني أن مئات الآلاف من الطلبات للجوء ستتراكم. ولهذا هناك نقاش براغماتي يفيد بأنه ليس هناك ما يكفي من المدارس، من المساكن. حتى السياسيون الذين يدعمون اللاجئين كوزيرة الداخلية السابقة لم تكن من الصقور، وتقول إنه لا بد واقعيا من تقليص الأعداد. لكننا لا نريد تقليص السوريين أو أي فئة، نحن نريد معالجة قضية اللجوء لكن بشكل منهجي. هنا نريد الدول الأوروبية الأخرى أن تأخذ عبئا. شكرا جزيلا لك سيد رافائيل بوسونغ، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية. شكرا جزيلا لك.